الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء والحلقه الاجتماعيه. النهارده عايزين نناقش فكره الشخصيه الاعتماديه، الشخص اللي بيعتمد على غيره، اللي ما يعرفش يعمل حاجه، اللي مش مسؤول. احيانا يعني بيتقال انه في رايين للست، يعني كنصيحه للست، ان هي لازم تبقى اعتماديه، تعتمد كليا وجزئيا على جوزها، وانه جوزها هو اللي يعمل كل حاجه. في ستات فعلا عايشين كده، ما تعرفش تنزل، ما تعرفش تسوق، ما تعرفش تودي، ما تعرفش تجيب، ما تعرفش تعمل مشاوير. لا انا مستنيه جوزي هو اللي هيجي يوديني، لا انا ما بعرفش يعني اعمل ورق، اخلص حاجه، لا المدارس مش انا، لا كله لازم جوزي هو اللي يعمل. وفي ناس تقول لها يا بختك، ده انت كده مش شايله هم حاجه خالص، ده زي الفل، احنا مش مطلوب مني غير كده، واللي يلاقي دلع وما يتدلعش. التعليقات يعني مكتوبه عندي كده. في راي تاني بقى يقول لها لا، حتى لو جوزك كويس وسامح لك يعني ومديك المساحه الدلع دي، وانك تقعدي في البيت وهو اللي يعمل كل حاجه وهو اللي شايل كل حاجه، انت يعني مش متخيله ممكن يحصل لك ايه لو لا قدر الله الراجل المحترم الكويس ده ما بقاش موجود في حياتك، يعني حصل اي حاجة وفجأة بقيتي لوحدك، هتعملي ايه؟ يعني ده ما تعرفش مكان ابسط حاجة ما تعرفش تعملها، فهتعملي ايه؟ فانت لازم تتعودي طول عمرك انك يعني ايه تتحملي مسؤوليتك، جوزك موجود مش موجود انت تقدري تتحملي مسؤوليتك لوحدك. طبعا خير الامور الوسط، وانه احنا علينا حاجات وهم عليهم حاجات، كل ده مهم. لكن خلوني اسال مروه الصعيدي عن الشخصيه الاعتماديه، الشخصيه اللي جايه انا معتمده ان في حد بيعمل لي كل حاجه، الشخصيه دي احسن ولا الشخصيه اللي لا انا اللي بعمل كل حاجه ومش مستنيه حد يعمل لي حاجه احسن؟ الأول ازيك يا دعاء؟ اهلا يا مروه، أهلا بيك يا حبيبتي. بصي، هي الاعتمادية كاضطراب نفسي هي مشكلة كبيرة، تمام؟ بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ايه؟ انه الشخص اللي جاي عنده اعتمادية لأن هو عنده مشكلة نفسية، ودي جاية من أيام الكير جيفر، من أيام ما كان في بيت أبوه وأمه، وبيكبر بيبقى شخص اعتمادي، ده بيبقى عنده مشكلة لانه دايما بيحتاج للطرف الاخر. زي ما انتي قلتي بالظبط يا دعاء، هو ما بيعرفش يشيل المسؤوليه اللي عليه، ما بيعرفش ياخد قرار، ما بيعرفش هو عايز يعمل ايه، بيعتمد دايما على انه انا مستني الناس تعمل لي والناس تسقف لي. طب هو بيعمل ايه؟ هو بيدي كتير جدا وبيضحي كتير جدا في مقابل انه يفضل الشخص اللي بيعمل لي كل حاجه ده موجود. طيب لو الشخص ده مشي او سابني، تمام، بيحصل لي مشكله اكبر، بتدخلني في مشكله نفسيه اكبر، وهي مشكله التعلق بقى. تمام، انت ممكن تبقي متعلقه باللي قدامك مش عشان هو بني ادم كويس، لا، علشان هو بيسدد لي احتياجاتي، هو بيعرف يعمل لي الحاجات اللي انا ما بعرفش اعملها. فزي ما انت قلتي بالظبط، تمام، انهي الاحسن؟ الاحسن ان انا اكون متحمل قدر مسؤوليتي، عارف انا بدي ايه وباخد ايه، يعني ما بقاش بدي بس وما بقاش باخد بس، لانه على فكره هو زي ما في شخص اعتمادي، في شخص اعتمادي عكسي. الشخص الاعتمادي العكسي ده بيكون شخص برضه عنده اضطراب، بيكون شخص مسيطر جدا، انا مش فارق معايا الناس بس هو محتاج للناس. انا باخد بس، انا باخد طول الوقت، انا عايزك تلبي لي رغباتي طول الوقت وابقى مسيطر عليكي عشان ما تحاوليش تهربي او تمشي. تمام، فدول يعني هو يعمل كل حاجه في مقابل السيطره. السيطره ليه؟ لان انت بتسددي له احتياج اخر، فدايما هتلاقي الشخصيه الاعتماديه مرتبطه بشخصيه اعتماديه عكسيه، لان هو عايز ياخد بس والتاني ما بيعرفش يعمل حاجه غير انه يدي بس. طيب انهي الصح؟ الصح ان انا ابقى في المدرك، ابقى متوازن نفسيا. ابسط حاجه يا دعاء في الشخصيه الاعتماديه، اما تيجي تساليهم مثلا، حد يحب يسال نفسه هو انا شخصيه اعتماديه ولا لا، تساليه انت بتعرف تقول لا، انت بتعرف تثق في نفسك من غير اللي قدامك ما يسقف لك ويقول لك برافو عليك، انت عارف تاخد زي ما بتدي. يعني انا مثلا بحب حد جدا، تمام، ما بقولوش على حاجه لا، بعمله كل اللي هو عايزه، بديله كل حقوقه، بس انا نسيت ايه هي الواجبات اللي عليه، انا بقى في المقابل ايه الواجبات اللي عليك المفروض تديها لي.
تمام؟ حلو جدا ان الراجل يكون عنده القوامة وبيعرف يعمل كل ده. بس الزوجة بقى تسأل نفسها السؤال اللي انت سألتيه، لو هو فجأة مش موجود هتعملي ايه؟ هتنهار نفسيا زيادة. هتنهار نفسيا زيادة. طب لا، وكل المسؤوليات اللي شالتها من على كاهلها وارتاحت قوي في حياتها هتضاعف أضعاف مضاعفة لو لا قدر الله جرى له حاجة، لأن هي فجأة هتلاقي نفسها من واحدة مدللة رايقة هو اللي شايل الليلة بالمصاريف بالبتاع، لواحدة مواجهة بأنها لازم تعمل دوره ودورها اللي هي ما كانتش بتعمله قبل كده. بالظبط كده. فيا تفشل يا تنجح. ولو دخلت في علاقة تانية هيتكرر عندها نفس الباترن، هتدخل في نفس العلاقة. لما درسنا الاعتمادية والاعتمادية العكسية لقينا مثلا اللي بتطلع من بيت فيه أب مدمن على العمل أو على الكحولك أو على أي نوع من أدواع المخدر أو أي نوع من أنواع الإدمان، لما بتتجوز يا دعاء بتتجوز نفس الشخصية بتاعت أبوها. طيب لو أنا جوزي ده قدرت أساعده فعلا وتعافى، لك أن تتخيلي بقى النتيجة إيه؟ لا، هي ممكن تنفصل وتمشي وتتجوز حد تاني معتمد عليها في حالة الشفاء. ليه؟ لأن أنا هبسطها لك. أنا هنكت. هنكتي، هقول لك ليه. هنكت. وهي صغيرة هي شايفة باباها مدمن على هذا الشيء ومش عارف يتخلص منه، فبتكبر عايزة الأب ده يعتمد عليها في إنه يخف. فبتاخد زوج عنده نفس المشكلة عشان يعتمد عليها في ان هو يخف من هذا الادمان. لا يعني معقوله واحده يبقى تبقى بتعاني من باباها انه مدمن؟ خلينا يعني قصه الادمان دي قصه ثانيه. لا يعني وفرعية. انا بتكلم على انما واحده تبقى معتمد باباها مدمن فتروح تشرب من نفس الكاس اللي امها شربت منه؟ ده في كده تفسير. ده تفسير الاعتماديه، يعني زي ما قلت لك واحده مش عارفه تشيل مسؤوليه، تمام؟ فجاء لا قدر الله الزوج ده ما بقاش موجود للانفصال او بقت ارمله. لو جت اتجوزت تانية دعاء هتتجوز نفس الشخصيه. ازاي بقى؟ هقول لك ازاي. ازاي بقى؟ عايزه حد هو اللي يشيل كل حاجه، انا بعتمد عليه في انه يسدد كل الاحتياجات بتاعتي. بعتمد عليه في انه يشيل كل المسؤوليات. وهدفع نفس الثمن اللي دفعته قبل كده. ما عنديش مشكله اجي على نفسي وادي بزياده وما يبقاش عندي ثقه بنفسي وما اعرفش اخد قرار وما اعرفش اعيش من غيره ويتحول هو لمحور الكون. انا بديله كل حاجه عشان هو بقى محور الكون. مش شايله مسؤوليه نفسي ولا قراراتي ولا حتى شايفه نفسي اصلا. بصي، كان في فيديو كده لطيف جدا دمه خفيف لله يرحمها مريم فخر الدين، كان اسمه الولا حاجة. أيوة. فكانت بتحكي بتقول إيه زمان لما كانت تسأل بنتها تقول لها عايزة تطلعي إيه، تقول لها ولا حاجة. عايزة تشتغلي إيه ما تكبري، تقول لها ولا حاجة. بتحلمي تعملي إيه، ولا حاجة. فبتقول أنا كنت أشتغل وأصرف والتصوير وأصحى بدري عشان أحضر اللي مش عارفة الشغل بتاعي وكده. وبنتي دي اتجوزت واحد جاب لها عربية بالسواق وجاب لها ألماس، هي بتحكي على أيوة بنتها. ده حقيقي. وجاب لها فطلعت الولا حاجة دي حاجة حلوة قوي. إنه البنت المدلعة اللي مش عايزة تشتغل عايزة كده مستنية الراجل اللي يعيشها في الولا حاجة، فهي بتقول طلعت الولا حاجة دي حاجة حلوة قوي. ففكرة الولا إن الواحدة ما تعملش ولا حاجة وتعيش منعمة وكده، دي حاجة قد يراها حتى الأم، هي شايفة أنها حاجة حلوة. وممكن ستات تشوف في الست اللي قاعدة ما بتعملش حاجة دي في نعمة، دي هتتبطر عن نعمة، بطران أخرته أطران. طب تعالي ده احنا مطحونين، ده احنا طلعان عينينا. هل دي فكرة كويسة ولا لما بتتلب بقى وتفاجأ بأن تقلبات الزمن اللي مش معروفة دي ممكن تفاجئها بأنها من ولا حاجة لكل حاجة، ممكن تتصرف إزاي؟ بعد الفاصل. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. احنا بنتكلم على الشخصيه الاعتماديه المدلعه اللي كان في بيت اهلها ما بتعملش حاجه، في بيت جوزها مثلا ست يعني مرفهه، وفجاه الزمن والدنيا
خلاص مفيش حد دوام الحال من المحال، طبعا ووجهت بان هي لازم تتحمل المسؤولية، سواء بقى في شغل، في مصاريف، في تخليص حاجات، في كده. دي ممكن تتصرف ازاي؟ هل ممكن واحدة متدلعة طول عمرها تبقى قد المسؤولية، ونقول دي كانت اعتمادية جدا وكده، وفجأة سبحان الله ما كانش حد يتوقع انها يعني تقف على رجليها، وايه اللي بيخليها كده يعني، وايه اللي بيخلي واحدة تانية تفشل في انها تبقى كويسة؟ طيب اللي بتفشل انها تبقى كويسة هي مش عارفة تبقى كويسة، مش عارفة تعتمد على نفسها، مش عارفة تاخد قرار. تمام؟ لسه كنا بنتكلم قبل الفاصل على بنت مريم فخر الدين، بس خلي بالك من حاجة مهمة، بنت مريم فخر الدين خدت قرار. الشخص الاعتمادي ما يعرفش ياخد قرار، ما يعرفش يشيل مسؤولية. هي قررت ان انا خلصت ثانوية عامة وعايزة اتدلع، مش عايزة اعمل حاجة، ده قرارها. طيب هي لما اتدلعت هل مش عارفه تشيل مسؤوليه؟ ما بتعرفش تاخد قرار؟ لا، في ستات الراجل شايل كل حاجه، بس هي بتعرف تاخد قرار، بتعرف تفكر، عارفه ايه حقوقها وايه واجباتها. في واحده تانية ما بتعرفش خالص بقى يا دعاء، هي دي المشكله. يعني هي مش عارفه هي المفروض تعمل ايه، مش عارفه امتى تقول لا، مش عارفه امتى تبطل تدي قوي بزياده. تمام؟ حلو ان جوزي يبقى شايل الجزء الخاص بيه من المسؤوليه، وانا لازم اشيل الجزء الخاص بيا من المسؤوليه. طب لو انا ما شلتش اي حاجه هتعلم، لانه زي ما انت قلتي الزمن هيعلمني، بس هيبقى تعليم قاسي شويه. ليه بقى؟ لانه انا ما اتعودتش على ده، انا اتعودت انه في حد تاني بيملى الحاجات اللي ناقصه عندي، بيملى الاهتمام، بيملى الحب، بيملى شيل المسؤولية، هو اللي بياخد القرارات بدالي، هو اللي بيمشي الحياة بدالي. فبعد كده ازاي ربي ولادي ان هم يبقوا، لان طول الوقت بقعد اقول لولادي، ما اعرفش ساعات دي بتبقى قسوة ولا ايه، بس بقعد اقول احنا مش عايشين لكم، بقولها كتير. يو بقى ما تقولش، اقول لها انا مش عايشه لك، انا مش عايشه لك. لو انت ما اعتمدتش على نفسك، انت كل حاجه معتمد عليا وعلى ابوك، احنا مش موجودين طول الوقت. ودايما بقول كده من واحنا صغيرين، وناس تقول يا دعاء ربنا يخليك ليهم، ما تقوليش الكلام ده، الكلام ده نقول الكلام ده ولا ما نقولوش ولا نعمل ايه؟ لا طبعا، المفروض ان احنا من اول ما يفهموا يا دعاء لازم بيشيلوا اجزاء من المسؤوليه على قد سنهم. ابسط حاجه بنعلمها للاطفال انه رتب سريرك حتى لو بيعرفش يرتبه. انت كبر شويه راح المدرسه، انت مسؤول، بذاكر معاه لفتره معينه، بس عايزه اقول لك انه في دلوقتي اطفال عندهم 24 سنه ياخد مصروفه من ماما، ماما كانت قاعده بتذاكر جنبي وانا في ثانوي في الجامعه، بابا هو اللي بيصرف. فاحنا بقى عندنا اطفال في سن 24 و30 سنه. تمام؟ فده ما ينفعش نعمله. زي ما انت بتقولي انا مش هعيش لك قد ما عشت لك. فكل ما بيكبر بتحمليه جزء من المسؤولية على قد سنه. تخيلي انه طفل مثلا او حد في اعدادي مامته لسه بتحضر له الجدول. ياه تخيلي، ده الفصل كله كده، الامهات هما اللي بيدخلوا على الجروب وعندنا بكره ايه، وبيتعاملوا كانه هما اللي في الامتحان. طيب. تخيلي، ده العادي، وهما اللي بيدخلوا الحاجات اللي على الاونلاين، وهما اللي بيعملوا البروجكتس، وهما اللي بيعملوا كل حاجه. عايزه اقول لك ان الملكه رانيا في الاردن اتسالت السؤال ده، قالت لهم الخدم ما لهمش دعوه اطلاقا باوض اولادي، هما مسؤولين عن ترتيب اوضهم ومسؤولين عن تحضير حاجتهم. لانه انا لو ما عملتش كده هبقى بربي شخص اعتمادي عنده اعاقه، انا بشل حركته، بشل تفكيره. فالاعتماديه زي ما قلت لك بتيجي من الصغر، من واحنا بنتربى. دي ملهاش علاقه بالغنى او الفقر؟ لا خالص. يعني ممكن حد يبقى غني جدا وكده وولاده يطلعوا متحملين المسؤوليه مش متدلعين؟ طبعا. ممكن حد يبقى على قده بس مربي ولاده على انه، واحنا امهاتنا كلهم يعني الستات الكبار في كتير منهم لازم يعني تجيب اخرها وظهرها يتعب، وتيجي على الاخر يبقى كل امراض الدنيا ركبتها، لان هي شايله كل حاجه وكل ولادها ما بيعملوش اي حاجه معتمدين عليها. بالظبط. عارفه بقى الام دي عملت ايه؟ جابت لولادها حاجه في علم النفس اسمها اتاشمنت ايشوز، يعني ايه؟ تعلق بقى، يعني بقى عندهم مرض التعلق، انه لو اتعلق بحد
لو الحد ده اختفى ممكن يجرى له حاجة. لو اتعلق بحاجة زي اللي بيتعلق باللعبة وبالموبايل، لو الحاجة دي ضاعت أو باظت ممكن يجرى له حاجة. طيب بصي بقى، التعليقات طبعا فيها حاجات صح وحاجات دمها خفيف. يعني فريدة بتقول لك ايه، لا لما يبقى يحصل له حاجة يبقى ساعتها ربنا يسهل، يعني عايزة تعتمد عليه ويعمل كل حاجة، لكن لما يبقى ساعتها بقى يحصل له يبقى نشوف، يعني ما تتوقعوش البلاء قبل وقوعه. على حسب شخصية الست وعامة توازن العلاقات هي أنجح حاجة، إن ما يكونش حد لود على حد بشكل كامل. الوسط أحسن حاجة، ولا تشيلي ليلة كلها، لا تشيلي ليلة كلها ولا تشيليه، بس لازم يشارك في كل حاجة من الأول حتى لو بسيطة. مع الوقت هيتعودوا هما الاتنين إنهم يشيلوا كل حاجة سوا. والله نفسي أساعد بس مش عارفة إزاي، بس مش عارفة إزاي، هي بتقول مش عارفة إزاي أساعد، يعني واضح إن هي ما بتساعدش. لازم الست بتعرف تكون بتعرف تعمل كل حاجة حتى لو جوزها مريحها. لازم الست تكون طبعًا بتعرف تعمل كل حاجة حتى لو جوزها مريحها. أنا مع الرأي التالت، الرأي التالت اللي هي تعرف تعمل كل حاجة بس تتدلل وما تعملش حاجة. هو ده، هو ده فعلا. طيب بعد الفاصل هنكمل حلقتنا. أهلا بكم مشاهدينا. وتعتمدي على نفسك ولا تعتمدي على جوزك؟ تلك هي المسألة بتاعت النهاردة. طيب بالتجربة العملية، في رأي بيقول بالتجربة العملية الزوجة اللي زوجها بيريحها من حمل المسؤولية وهو يتحمل كل شيء، دي أي نعم مرتاحة طول ما هو موجود بحياتها، لكن عندما يغادرها لأي سبب سواء طلاق أو موت تكون في حالة ضعف وتخبط، وتأخذ وقت طويل لتتوازن وتعرف كيف تمضي بالحياة بدون الاعتماد عليه. هي الفكرة مش انه يعني معلش هتتعلم، الفكرة فكرة التخبط والحزن بيبقى مضاعف والزعل بيبقى مضاعف والحالة النفسية بتسوء اكتر من انها واحدة يعني ايه ماسكه نفسها، ماسكه نفسها هي دي او عارفه تشيل مسؤوليه. وبعدين خلي بالك انه يعني يقول لك ايه، انتوا بتبوظوا الستات وبتقووهم، هي بتتقوى ليك ولولادك، هي مش بتتقوى علشان تبقى مفتريه خالص. يعني هنا جاي لي تعليق بس انا مش عارفه الاقيه دلوقتي، رجل يعني بيشتكي مر الشكوى من زوجته، وانت برضو قلتي لي انه بيجي انه هي معتمده عليه في كل حاجه ومش عاجبها ومتذمره وكذا. ففكره ان احنا بنقول الست ايه اقفي كده يعني كتف بكتف، مش عشان تديله كتف، لا عشان تبقي معاه وتشاركوا بعض، اللي هو انا احنا بنعلمها تقوى بيه مش تقوى عليه. تمام. تقوى بيه يعني ايه؟ يعني تشيل معاك المسؤوليه لان دي مشاركه. تمام. وكده كده اي بني ادم طبيعي يا دعاء لازم يبقى متوازن نفسيا في الحته دي، لان الاعتماديه دي مشكله كبيره بنقعد نتعالج منها فترات طويله من كتر ما هي مؤذيه. مؤذيه سواء ان هو اعتمادي من النوع اللي بيدي او يعتمد على الاخرين، او اعتمادي عكسي اللي بيسيطر على الناس وبيحب نفسه حب نرجسي ومش شايف غير نفسه بس، فهو طول الوقت بياخد. تمام. لا ده كويس ولا ده كويس. الكويس دايما هو الشخص المتوازن، يعني حتى لو زوجتك معتمدة عليك في كل حاجة، في يوم من الأيام لو انت اديتها حاجة تعملها أو تشيل مسؤوليتها تعرف تعمل ده. لو هي محتاجة تاخد قرار هتعرف تاخد قرار، لكن لو هي مش عارفة تاخد قرار في أي حاجة هو كده عنده مثلا بدل ما عنده طفلين بقى عنده ثلاثة. بالظبط. وطبعا الكلام للرجال، احنا بس بنتكلم فكرة الست عشان مش طول الوقت، طبعا بتبقى الموضوع أصعب وأضل سبيل لما بيبقى الرجل هو الاعتمادي والست هي اللي قايمة بكل حاجة. هنا بقى جالي يعني تعليق تجربة بتقول لي بص يا جميل، أنا عندي 45 سنة، زوجي ربنا يكرمه ويعطيه الصحة عودني يكون هو كل حاجة، وعشان بابا كمان كان كده فعشت ان عادي جدا انه يعني ما يبقاش عندها يعني مسؤوليات قوي، وده لازم تكون من صفات الرجولة. بس انا مريت بظرف صعب جدا لما جوزي اتصاب وعمل عملية كبيرة ولقيت نفسي لوحدي ومعرفش اي حاجة في اي حاجة، وقتها حسيت بعجز واني ماليش قيمة،
ومن وقتها بحاول اعتمد على نفسي قدر المستطاع. هي ظروف بتمر بحياة كل شخص بتغير شخصيته. الفكرة انه انا ما بقاش مضطرة اغير من نفسي لما الاقي الدنيا زي المعبد اتهدى على اصحابه، جوزها وجميل وحنين وكويس، فجأة حصلت له حادثة أو حاجة وبقى بيتعالج، وهي الست اللي بقت الراجل دلوقتي، وهي المفروض بقى يعني هي تبقى راجل البيت، ما هو هتعمل إيه؟ راجل مصاب. ف يعني هل نعملها بمزاجنا يعني نقوي شخصياتنا بمزاجنا ولا نبقى مضطرين؟ طيب لو أنت خدتي بالك من التعليق ده بالذات، أنا رن في ودني قوي كلمة وكمان بابا كان كده في البيت. فاذا انا طالعه من البيت انا ما شلتش حاجه، ما عملتش حاجه لنفسي، ما شلتش مسؤوليه نفسي في اي حاجه. هو حلو قوي ان احنا ندلع ولادنا، تمام؟ بس زي ما هندلع ولادنا احنا بنربيهم علشان هم هيشيلوا مسؤوليه. مسؤوليه للبيت ومسؤوليه نفسهم. تمام؟ طيب لو هي بتعرف تاخد قرار وبتعرف تتصرف، كانت هتحس بالمعاناه الشديده دي؟ لا. لو مثلا انا بنتي تمام بتشتغل يا دعاء وجت واجهتها مشكله في الشغل، الصح انها تقعد تتناقش معايا، بس مين اللي هياخد القرار؟ هي. في حاله تانية يا دعاء انا اعرفها، معيد في الجامعه في كليه طب اسنان، لما غلط في حاجه في الشغل راح قال لمامته، ومامته اللي راحت تشيل عنه الجزا. تمام؟ فده الفرق. ده شخص اعتمادي مش بيعرف ياخد قرار في كل حاجه ولا في اي حاجه. طيب مين اللي عمل كده؟ رأيك ماما هي اللي بوظت؟ طبعا، عشان كده بقول لك الشخصيات الاعتماديه بيطلعوا من البيت الاساسي، من اللي هو من اللي بيدي الرعايه، الكير جيفر، سواء بقى كان اب او ام او جده او عمه او لا خاله. لا، وتلوم الزوجه لو طلبت منه انه يعتمد على نفسه، تلومها وتقول لها لا يا حبيبتي ابني ما بيعملش حاجه لنفسه، انت اعملي له. يعني عارفه يعني هي وصلته للمرحله انه يعني معتمد مش عارف يعمل حاجه، وتلوم مراته لو طلبت منه ان هو يساعد او يعمل. بالظبط كده. الشخصيات الاعتماديه كمان يا دعاء غالبا بتقع في علاقات مؤذيه من غير ما تحس ان هي اتعودت انها تدفع كتير وتدي كتير في مقابل ان حد يشيل عنها المسؤوليه او يسدد لها الاحتياجات دي او ياخد بدلها القرارات، او الناس تقول والله دي برافو عليها، دي بتضحي، دي ست هاديه، دي ست ساكته، دي ست مش عارفه ايه. لكن في الاخر لو انت بقى مفيش حد عندك يسقف لك هتعملي ايه؟ هتفضلي تدي تدي تدي. في ستات في الاول شايفه ان الايموشنال او ان انا ادي حب بزياده قوي او اضحي بزياده قوي، بعد كده الثمن بيبقى اغلى. بيبقى اغلى ازاي؟ انك بتضطري تدفعي من صحتك النفسيه والجسديه. زي ما انت قلتي امهات بتهري نفسها عشان خاطر العيال. تمام؟ طيب ابنك ده دلوقتي لما صحتك راحت هيروح لواحده تانيه يعتمد عليها اعتماد كلي في ان هي اللي تعمل كل الحاجات وإذا دي؟ واذا بقى لا، اصل ممكن يعني ما ترضاش وما توافقش والبيت يخرب. يعني اذا لا، بالظبط، اذا لا الست اللي تعرف تتعامل مع الوضع ده، لانه في ستات كتير وبنات كتير لا ما ترضاش تتعامل مع كده. الوضع ده. طيب انا عايزه اتدلع، انا مش عايزه اشتغل، انا موافقه جدا ما تشتغليش، بس لو اتحطيتي في موقف انت عندك خبره وعندك دراسه تخليكي تنزلي تشتغلي. يعني انا واخده قرار ان انا، ما هو ده اللي انا بقوله لك، ازاي اللي يلاقي دلع وما يتدلعش؟ اه عندكم حق، بس انا زي المصيبه انه لما بعض الرجال يقولوا انا عاوزه اتدلع ومش عاوزه اشتغل، دي المصيبه. يعني يعني قابلت اكتر من حاله، هو بياخد من بابا وماما، بابا ده رجل اعمال وبيصرف على ابنه، فهو بيشتغل ايه؟ لا ما بيشتغلش، بياخد من بابا. يعني بابا ايه؟ بابا عنده بيزنس وهو بيروح ياخد منه مصروفه. طب ما بيروحش يشتغل مع ابوه كده؟ تقول لك لا ده بايظ وبتاع، وابوه بيشتري دماغه وبيديله بيقول له امشي، انت هتبوظ لي الشغل روح. طب انتوا بتجوزوه ليه؟ يعني بتجوزوه بتخلوه يتحمل مسؤوليه بفلوسكوا انتوا؟ ما هو الاب ده لو جرى له حاجه، الجد بقى في الاخر هياخد ورث يتصرف فيه. طب مش عارف يتصرف فيه. تمام. واحد زي ده هو ما عملش حسابه انه اصلا في حاجات خارج دايره تحكم حضرتك وخارج دايره تحكم العالم، زي الكورونا اللي جت قفلت بيوت كتير، زي الحرب اللي قفلت، خد من التل يختل. هل انت بقى اتعودت تشيل مسؤوليه؟ ما عنديش مشكله خالص ان بابا يديني مرتبي عشان انا بشتغل معاه في الشركه.
لكن يديني وانا ما بعملش حاجه عمري ما هعمل حاجه. وبالتالي كده بقى في علاقه زي ما بنقول اعتماديه واعتماديه عكسيه. الاب بقى مسيطر على ابنه ومش على ابنه بس، ده على ابنه وعلى مرات ابنه، لان هو في ايده مقاليد الامور كلها. المدارس، السفر، المرواح، المجي، الاكل، الشرب. والابن بقى في حاله اعتماديه عاديه، اعتماديه متواطئه، احنا الاثنين متفقين ان انا هبقى معتمد عليك وانت مسيطر عليا. صحيح. في النهايه خير الامور الايه؟ الوسط. الوسط ده يعني الخط المستقيم ده اللي في النص ده، لا تحيد عنه يمين، لا افراط ولا تفريط. بشكرك شكرا جزيلا مروه الصعيدي، شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله.